وسط أجواء رمضانية مباركة، تنظم المديرية الجهوية لقطاع الشباب والرياضة بفاس مكناس دوري رمضاني بالمركب الرياضي بفاس بشراكة مع الفعاليات الرياضية تحت شعار اليقظة بمشاركة المصالح الخارجية لقطاع الأبناك والإدارات. قناة الفجر سبورت تواكب الجولة الثانية المؤهلة للنصف النهائي بمشاركة 8 فرق من أصل 24 فريقا موزعين على مختلف الإدارات والقطاعات، يمثله كل من الدرك الملكي ومطار فاس السايس ثم سجن بوركايز والخزينة الجهوية والتجاري وفابونك وأخيرا البنك الشعبي. أصفرت أطوار هذه الجولة تألق لافت وندية كبيرة لفريق التجاري وفابونك يقبل المستوى الفني الجميل الذي قدمه خلال مباراته التي جمعته مع ناظره البنك الشعبي بقيادة الحكم مهدي جاد، بالتالي استطاع التجاري وفابونك تيتا فوز مستحق بحصيلة ثقيلة 7 أهداف مقابل 3 عبر اللاعب يونس الطالبي. هذا الأخير تألق بشكل لافت خلال الشوط الأول مسجلا هدف جميل في مرمى الخصوم أمتع جمهور المباراة، ليضيف هدفا آخر كل من اللاعب مازوداي محمد وزكريا الوزة، لتنتهي المباراة على وقع تأهل التجاري وفابونك بجدارة واستحقاق لدور النصف لدور اليقظة بعدما أطاحوا بفرق ظهرت بمستوى رائع وروح رياضية عالية كل من فريق التجهيز واللوجيستيك. المستشفى الجامعي CHE والسجن المحلي راس الماء الجمارك والضرائب الغير المباشرة. وقال حسن صابر المندوب الجهوي لوزارة الشباب والرياضة بفاس مكناس وعضو اللجنة الرحيم كعميد فريق تجاري وفابونك، اولا كنهني الناس اللي نظموا هذا الدوري الرمضاني، الله يجعل سيدنا رمضان مبارك سعيد على الجميع بالاجر والثواب. الحمد لله كان ديال الادارات محلية ديال فاس، يعني لا تحصى ادارات عديده، كانوا 4 ديال المجموعات. وقال حسن صابر المندوب الجهوي لوزارة الشباب والرياضة بفاس مكناس وعضو اللجنة المنظمة أن الدوري مر في ظروف تنظيم عالية المستوى عبر إعداد مسبق لنظام داخلي محكم، والهدف من هذه التظاهرة الرياضية خلق جسور التواصل وقيم المواطنة بين الإدارة وباقي المصالح الخارجية في إطار التنافس والروح الرياضية. أوقعت قرعة دور النصف النهائي من دوري رمضان لكرة القدم المنظم من طرف المديرية الجهوية لقطاع الشباب والرياضة بفاس مكناس التجاري وفابونك في مواجهة السجن المحلي بوركايز. تأهل لم يأتي بمحض الصدفة، بل التجاري وفابونك بالموازاة مع نجاحاته في المجال الاقتصادي تاريخ طويل وأمجاد حتى في الرياضة، فخزينة الفريق ممتلئة بالألقاب المحلية والقارية أيضا، حيث احتل وصفة الدوري الجهوي وشارك أيضا في الدوري الدولي لكرة القدم المصغرة سنة 2009 وتوج بالدوري الجهوي لكرة القدم المصغرة في يونيو 2019، وفي نفس السنة أيضا حصل على المركز الثاني في الدوري الدولي لكأس المغرب. إنجازات كبيرة لمجموعة التجاري وفابونك الذي وبغض النظر على كل هذه الإنجازات دائما ما يمتعنا ويبدعنا بمهارات لاعبيه على رقة الملعب، ولعل مباراة الدوري الحالي أكبر دليل. كنت مع ربورتاج من إعداد وتقديم بوتين عطاء الله، إلقاء أحمد التازي، قناة الفجر سبور، ميفاس.